السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله هنصور الدورة بتاعتنا. النهاردة يا جماعة اليوم 29 يوم له، تمام؟ الناس اللي بتقول لي يا شباب ما عندش بتصوروا كل يوم بالترتيب، يمكن يا جماعة بفوت بس يوم أو يعني أو بعد يوم كده. فإن شاء الله لو أنتوا فعلا عايزين إن أنا أصور كل يوم بإذن الله هصوركم، علشان في ناس بتقول انا جايبه معاكم وماشيه معاك يوم بيوم، فمعلش يمكن بس سهو ان انا يعني بقيت افوت بعد يوم وكده. فان شاء الله بعد كده باذن الله كل يوم هنصور زي ما انتم شايفين بقى معانا، يعني بسم الله ما شاء الله. يعني خلاص هما هيبداوا بقى يقفلوا الشهر، رسالهم بكره ان شاء الله ويبدا الدوره بتاعتي. يعني يعتبر كده قفلت الشهر، يبقى الفرخ معانا بقاله شهر بالظبط، معنى ان هو بقاله كده 29 يوم وباقي يعني وماشي معايا مظبوط ما شاء الله حلو، وبدأ الديك يبان وبدأت البربرة تبان، يبقى كده خلاص ما شاء الله ماشية الدورة معايا زي الفل. بالمناسبة يا جماعة احنا المفروض في الايام دي نجيب جرعة كوكسيديا للفرخ كوكائي، الفرخ عنده ما عندوش المفروض نجيبها لهم كوكائي، دي ملحوظة مهمة جدا علشان ما نجيش نقع في الغلط بعد كده نبص نلاقي الفرخ لا قدر الله في مثلا البراز بتاعه دم او حاجة زي كده، فانا بجيبها كوكائي للفرخ. ده بجانب طبعا ان انا دايما على طول الثوم والبصل والليمون ما يتقطعش من عنده، لان انتوا عارفين يعني ده دخلت شتاء وممكن الجو شويه بيبقى شمس حر، يعني انا بصور لكم دلوقتي والجو تحس كده ان هو حر عليهم، يعني بما ان احنا لسه الصبح بعد شويه يعني ممكن على الظهر كده ولا تبص تلاقي كده يعني قرب العصر تبص تلاقي الجو بدا يهوي، فالجو يعني الايام دي كده تحس ان هو مش متظبط. فعلشان اتفادى الامراض واتفادى كل المشاكل دي ما اقطعش عنهم الثوم والبصل والليمون دايما باستمرار، لو انا عملت وصفه في الميه افرم الثوم والبصل على الاكل وما يكون على الاكل بتاعهم، يعني بيبقى حلو قوي. الفرخ بياكل الثوم والبصل ده يعتبر اقوى مضاد حيوي، تمام؟ لو انا عملت لهم بس الخلطه ديت باخد الميه بتاعتهم بحط لهم على ميه الشرب، واللي هي الخشنه بحط لهم على الاكل. فزي ما انتم شايفين كده يا جماعه بسم الله ما شاء الله انا عندي الفراخ يعني تحس ان هي بدات تقفل كده خلاص، يعني كمان شهر كده هتبص تلاقي يعني بسم الله ما شاء الله بقى يعني تحس ان انت عايزه تذبحي منه. فزي ما انتم شايفين يمكن الاضاءه يعني تحس ان هي مش واضحه قوي، لان طبعا يعني التصوير كان الصبح بدري، فان شاء الله هنحاول بعد كده ان احنا نظبط الاضاءه يا جماعه علشان بس ايه الناس يعني تبقى شايفه الصوره واضحه قدام. انا النهارده عامله لهم معلقه كويسه جدا ان شاء الله يا جماعه، برده هتبقى يعني حاجه كده في قلب بيتنا، بس ان شاء الله هتفرق معاهم في الوزن وفي الحجم وتبقى كويسه جدا برده، لو في اي مشاكل معويه هتبقى حلوه قوي. الفرخ لو ماشي معايا يا جماعه يعني كويس من البدايه بسم الله ما شاء الله اضمني واعرفي ان الفرخ دوت هيمشي معاكي زي الصاروخ. بالنسبه بقى للناس اللي بتقول يا ام شيماء ده انا عندي الفراخ كشه انا عندي الفراخ، بصوا بقى هقول لكم على حاجه، حاولوا يا جماعه انا عارفه ان الايام دي الجو بيبقى برد بالليل، بس مش لدرجه ان انا مثلا يعني اقوم اقفل على الفراخ قوي، لان يعني بلاقي ناس تقول يا ام شيماء انا بخاف عليهم بالليل لغايه ما ببص الاقي على الجدران ميه، فده طبعا يا جماعه اكبر غلط، اكبر غلط التهويه اللي بتبقى يعني بالشكل ده كده او التدفئه اللي بتبقى بالشكل ده كده، ما هو شيء طبيعي يعني لما انت تقفلي على الفرخ وما يكونش له اي منفذ خالص او اي تهويه خالص الفرخ طبعا هيتعب منك، انت كده بتفكري ان انت بتحمي الفرخ بتدفي الفرخ، لا كون الجدران بتاع الاوض تبقى عليها ميه يبقى انت كده يعني بتدمر الفرخ بايدك. بص تلاقي الفرخ عينات عمت، الفرخ كاشش، الفرخ يعني عمر اللي ما في حد بيعمل الكلام ده. فالافضل ان احنا دايما بنقول يا جماعه ان ندفي الفرخ ونظبط التهويه، بس اهم حاجه بيكون في تهويه غير مباشره على الفرخ، يعني انا مثلا ممكن اجي من جنب كده واقوم فاتحه لهم تهويه، ما جيش كده يعني في الوش بالظبط كده في الباب واقوم فاتحه التهويه بتاعتهم الفرخ ياخد مني لطشه برد، لا انا بقول لك ماشي دف وكل حاجه بس مش لدرجه ان انت تكتمي على الفرخه خالص لغايه ما تقضي على الفرخ، دي طبعا ما ينفعش. طبعا ممكن لو في فضلات ولا حاجه وانت عامله العامله ديت ريحة الأمونيا بتطلع على الفرخ بتعمي عينيهم، الفرخ عينها بيحمر، بص تلاقي بقى الشعرة بتاعته واقفة كاشش، العرف بتاعه بدأ يبهت ويصفر، كل الكلام ده ممكن يدمر الفرخ معاك. فانت لو انت فعلا عايزة تربي تربية فراخ سليمة يعني زي ما انتوا شايفين اهوت انا طول النهار الفراخ بره، حتى لو الجو فيه شوية هوا ولا حاجة عادي بسيبه، بس باجي بالليل بحطهم في قلب البلكونة كده زي ما انتوا شايفين وبقول لهم ان انا بدات ان انا اقلل الاضاءه بتاعتهم علشان برضو ما يعرقوش، لان العدد بسم الله ما شاء الله كل مدى بيكبر وبيدفوا بعضه.
تعالوا بقى كده يا جماعة نشوف الوصفة يلا اللي احنا ان شاء الله هنعملهم النهاردة. طبعا زي ما انتم شايفين الخميرة اللي انا هعملها النهاردة خميرة فورية. الخميرة دي من افضل واحسن الحاجات اللي انت ممكن تعملها عندك للفرخ. تمام، انا عندي الساقية هنا بتاخد حوالي 4 رغل مية، فانا عندي المعلقة بتاعت الشاي هحط بقى معلقتين زي ما انتم شايفين كده، وهقلب كويس لغاية ما بوش الخميرة. وتعالوا بقى كده نشوف برضو المعلقة اللي انا هحطها عليها دي ايه. دي يا جماعة معلقة برضو موجودة، يعني كل الحاجات دي ما كلفتنيش حاجة، معلقة برضو موجودة في قلب بيتنا اللي هي معلقة السكر، معلقة الخميرة ومعلقة السكر. دولت بيخلي الفرخ معاكي بسم الله ما شاء الله يخليهم يشيلوا وزن يعني رهيب جدا، وافتحوا شهية الفرخ، خلي الفرخ ما شاء الله يعني تحس كده ان ايه بدأت ان هي شهيته تتفتح، مصارونه توسع، بياكل معاكي كتير، مش تحس ان الفرخة كده مصارونه مدمرة، لا. كمان بتفرق في الطعم بتاع الفرخ معلقة السكر ديت، علشان في ناس كتير ما يعني ما عندهاش خلفية عن المعلومة دي يا جماعة. معلقة السكر دي بتفرق يعني كتير جدا في طعم اللحمة بتاعت الفرخ. احنا لو احنا داومنا على الخلطة ديت وكل يعني كل اسبوع نعملها بس مرتين اتنين، صدقين هيبقى عندك دورة فراخ بسم الله ما شاء الله عمرك مربطه. وعن تجربة يا جماعة، وان شاء الله برضو لو انتوا داومتوا عليها تكتبولي في الكومنتات وهتقولولي. تمام، فالحاجات البسيطة اللي احنا دايما بنستقل بها دهيت اللي بتبقى موجودة عندنا، ونرجع ندور طب احنا عايزين حاجة مثلا يعني يكون غالية، او نشتري حاجة غالية، او نشتري مثلا علاجات او الكلام ده كلاته، في نفس الوقت احنا عندنا البديل، البديل بتاع الكلام ده كلاته، بدل ما اروح اجيب مثلا فيتامينات او اجيب الحاجات دي كلها، لا. هما مجرد ان انت عندك المعلقتين ده هما هتخلي الفرخ بسم الله ما شاء الله يبان على الصحة، وش يحمر معاك بدري، يشيل معاك وزن بدري، كل الكلام ده ان شاء الله هتخلي الفرخة عندك زي الفل. تمام، ده كده يا جماعة خلصنا الوصفة اللي على المية اهيت. ان شاء الله برضو في وصفات تانية كتير هتبقى برضو سهلة وبسيطة، وفي نفس الوقت هتفرق معاك مع الفرخ. شايفين الفرخ اللي قدامنا في الكاميرا دي يا جماعة، شايفين لونه العرف بتاعه وشكله ايه؟ ده طبعا احنا يمكن قبل كده قلت لكم يا جماعة عن خلطة البنجر اللي انا عملتها قبل كده. البنجر دوت من افضل الوصفات اللي انت تعملها للفرخ. البنجر جميل جدا جدا، دايما بقول لكم البنجر فيه فيتامينات يعني عالية، بيخلي الفرخ بسم الله ما شاء الله باين على الصحة. دايما تبص تلاقي العرف بتاع الفرخ احمر دايما باستمرار. كمان بيخلي يعني فيه عناصر كتير حلوة جدا مفيدة للفرخ، خصوصا برضو فصل الشتاء يا جماعة. خلاف كده وكده كده يعني ايه الخلطة اللي انا كنت عاملاها، يعني لو انتوا حابين انتوا تعملوها ارجعوا لها تاني. الخلطة الحمراء دي بتخلي الفرخ بسم الله ما شاء الله يعني هيمشي معاكي بسرعة البرد. تمام، ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، اتمنى يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم ان شاء الله متنسوش تحطوا لايك للفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.